كبيرة جدا مع هذه الفئة المميزة سن الحقائق. بسم الله وعلى بركة الله. هكذا أيها الحفل الكريم، هكذا أيها الأخوة المتابعون الأعزاء، انطلق الشوط الأول. هذا هو الشوط الرئيسي الذي يأتي هنا في صباح هذا اليوم لتكون الإثارة مصاحبة لانطلاقاتنا، وهذا هو أول تلك الانطلاقات. أبدأ مباشرة مشاهدين الكرام في رصد معالم هذا الشوط الرئيسي بمسافته التي تمتد على 4 كيلومترات. وأشواطنا لهذا اليوم هي 25 شوطا في الفترة الصباحية. نبدأ مع المركز الأول ونجد هنا ريمة من تتقدم للسيد صالح بن علي بن ثيب آل مثيب المري، هي من تتقدم الجموع الآن. بينما المركز الثاني ملامح لسالم بن عنزان بن خاتم النعيمي، وفي المركز الثالث أتابع هنا الدخول من جمالة للسيد سيف بن سعيد بن سيف بن حمد المنصوري، تنطلق هنا في مركز الجمالة. بينما المركز الرابع أجد هملولة تتقدم للسيد محمد بن مسعود بن سالم بوشريدة المري، وفي المركز الخامس نرى هنا التقدم من قبل عجايب للسيد عمر بن سليمان بن سلامة الفايد الجني. هذه نتيجتنا للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة. وإن سئلت عن الصدارة ففي الصدارة ريمة، ولكن هملولة الآن تتجاوز إلى آفاق المركز الأول. آفاق مشرقة، آفاق مشرفة، ها هي الآن بالرقم واحد تتواجد على منصة انطلاق رقم واحد. هذه هملولة الآن، محمد بن مسعود بن سالم بن مسعود بشريدة المري يحتل مع المركز الأول، ويشكل معها هذا التحالف الاستراتيجي تحالف أهدافه ومنطلقاته إلى الناموس. أما المركز الثاني هنا ريمة لصالح بن علي بن محمد بن مثيب النابت، وفي المركز الثالث نجد جمالة لسيب بن سعيد بن سيب بن حمد المنصوري، وفي المركز الرابع هناك سالم بن عنزان بن خاتم النعيمي يقدم ملامح بملامحها الجميلة بشكلها الأخاذ، تحتل المركز الرابع بالشعار البرشلوني. ونحن هنا ننتظر الكلاسيكو الكبير في مباراة ريال مدريد وبرشلونة، ولكن هذا هو الشوط الكلاسيكي أيضا، وشوط فيه الكلاسيكو بين هذه الشعارات الكبيرة. حصل دخول على المركز الخامس، اسم جديد من توافيق، ونتمنى التوافيق للجميع. هذه توافيق الآن، محمد بن بخيت الحميدي بن برقان يقدم توافيق خير تقديم، كانت في المركز الخامس وها هي تنتقل انتقالة مباشرة وانتقالة كلية إلى المركز الثاني، وفي طريقها إلى المركز الأول. توافيق الآن تواصل الضغط على هملولة التي تحتل المركز الأول. إذا هملولة على الصدارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. المركز الثاني توافيق، نسير معكم في تغطية حية ومباشرة للشوط الرئيسي. وهملولة على المركز الأول، محمد بن مسعود بن سالم بن مسعود بشريدة. المركز الثاني توافيق، محمد بن بخيت بن برقان بن مقارح، وفي المركز الثالث يا سلام يا حربة، أو هنا جمالة سيف بن سعيد المنصوري يقدم جمالة على المركز الثالث الآن. وفي المركز الرابع يتدخل هنا صالح بن علي بن ثيب مع ريمة، وفي المركز الرابع وصلت سطو يا سلام شعار بن حمد، شعار المغير يتسلل مع سطو لمحمد بن سلمان بن صالح بن حمد المغيري. وفي المركز الخامس تتقدم همة بكل همة في سبيل الوصول إلى القمة لسعد بن سعود بن حمود الشافي. الله الله
شعارات عملاقة وشعارات كبيرة لها أيضا حجمها في المنافسات. نقترب من الكيلومتر الأخير وتوافيق تغير على حساب هملولة وتنتقل بشعار بن برقان إلى المركز الأول. محمد بن بخيت بن حميدي بن برقان يقدم توافيق على المركز الأول، هملولة على المركز الثاني، محمد بن مسعود بن سالم بن مسعود بوشريدة، ووصلت فرق الله يا فرق. وفي هذا الكيلو الأخير يبين الفرق ويتضح الفرق. هنا هادي بن محمد بن راشد آل زبدان المري يقدم لي مع المركز الثالث، بينما سطوع المركز الرابع محمد بن سلمان المغيري. الله 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 الله، شوفوا سطوع والعتيبي أطلق سطوع لتسطو على ناموس الشوط. يا سلام، الله 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 الله، هذه سطوع إذا تسطو على الناموس وتسيطر على المركز الأول. محمد بن سلمان بن صالح بن حمد العتيبي المركز الثاني. هنا أرى الدخول من خطر وأرى الخطر مع خطر، عبد الله بن مسفر بن علي بن سفران المري. يا سلام يا خطر، دقت ناقوس الخطر وها هي الخطيرة، ها هي خطر تتجاوز الآن وتتسلل على حساب سطو ليكون الخطر مع خطر على كل المشتركين. هذه خطر إذا تنتزع الناموس بعد أن دقت أجراس الخطر معها في الأمتار الأخيرة. تهانينا لعبد الله بن مسر بن سفران، وسلام يا خطر سلام. المركز الثاني سطو لمحمد بن سلمان بن صالح بن حمد المغير. المركز الثالث جاءت فيه فرق لهادي بن محمد بن راشد الزبدان المري. المركز الرابع جاءت توافيق لمحمد بن بخيت بن برقان. المركز الخامس كان من نصيب همة لسعد بن سعود بن حمود آل شافي. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، إنما كنتم هكذا هي النتيجة مع اقتحام خطر لمعسكر الأمتار الأخيرة، فارضة نفسها سيدة للموقف بعد أن توجت بهذا الانتصار. شوط رئيسي مميز، شوط حضرت فيه الشعارات وجاءت هذه السلالات العربية الأصيلة لتنتصر خطر بعد أن شاهدنا الدخول في الأمتار الأخيرة والمنافسة التي جمعتها مع سطو. ولكن خطر هي من قطعت مسافة هذا السباق منتصرة على الجميع بتوقيت مقداره 6:23، 47 جزءا من الثانية. تهانينا لعبد الله بن مسفر بن علي بن سفران المري. المركز الثاني حلت فيه سطو وتوقيتها 6:24، 85 جزءا من الثانية. تهانينا لمحمد بن سلمان بن صالح بن حمد المغيري. وفي المركز الثالث جاءت فرق بتوقيت زمني مقداره 6:27، 67 جزءا من الثانية. تهانينا لهادي بن محمد بن راشد الزبدان المري.